مرحبا بكم في قناة أم زياد. اليوم جيت معكم واحد فيديو جديد، نصيب معكم واحد الكيك ديال الشوكولا اللي كيجي زوين وبنين. تابعوا معنا الفيديو من الأول. بسم الله. عندنا 4 البيضات، وعندنا كاس الحليب، وكاس الزيت، ونص كاس السكر، جوج كيسان ديال الفورس. هنا عندي جوج خمارات، عندي هنا فانيا وواحد شويه المليحه، وعندي هنايا واحد معلقه ديال الشوكولا بودره. وهنا غناخذ واحد 10 القطع ديال الشوكولا، هما هادو 10 هما. دابا غنبداو في التحضير. نديرو كاسرونه، نخوي فيها كاس ديال الحليب، نخوف كاس الزيت، وهذاك نص كاس سكر حيت عندنا الشوكولات ما درناش سكر بزاف. وندير هذوك القطع ديال الشوكولا اللي عندنا، وندير واحد المعلقه ديال الشوكولا بودره. نشعل عليه البوطة، نبقاو نحركو تيدو داك الشكلاط اللي درنا. نحركو هكا حتى نذوبو هاديك الشوكولا كلها. ملي غيدوب هاد الشوكولات غنخلوه يبرد، عاد غنرجعو معاكم باش نديرو المقادير اللي باقين عندنا، البيض والطحين والخمارات. هو هذا الخليط اللي درنا في البوطة، ها هو تذوب داك الشوكولا والحليب والزيت. قصنا منهم كاس تزيين. وهنا عندنا اللوز يفيلي اللي سخنتو، نزوق به في الاخر. دابا غنبدا ندير البيض الوحده بالوحده ونقرب. ما هنا الخليط باقي دافي عندي، خصني نخدمها هكا مزيان باش مطيبش مع السخونيه. نديرو البيضه الثانيه، نضربوه مزيان هكا، ونزيدو ديك عندنا هنا فانيا والملحة، غنزيدوها حيت ما درتهاش في الأول. دابا غنبداو نزيدو في الطحين. عندنا هنا جوج كيسان ديال الفورس، غناخدو منهم داكشي لي غي يجمع لينا الكيك ديالنا ونحبسو. نزيدها شويه، تحس لينا دوك جوج كيسان تقريبا كلهم. انا غنزيد دوك جوج خمارات، هانتوما هو الكيك ديالنا. غنزيد داك الطحين اللي عندي اللي بقى عندي كلو. عندنا جوج كيسان فورس، هزاتهم لينا بجوج.
حنا هنا كناخذوا العبار ديال الكاس العنبه هو المول اللي غندير فيه الكيك ديالي دهنته بالزبده ورشيته ببودر ديال الشوكولا دابا غنخوي فيه الخليط هانتوما نهزو بحال هكا دائما الكيك نهزوه فوق غنديروا الحراره متوسطه عندي الفران ديال الغاز غندير فيه حراره تكون متوسطه هو هذا الكيك ديالي ها هو انا دابا غندخلو الفران ملي غيطيب راه غنرجع معكم باش نشوفو التزيين ديالو هي هذه الكيك ديالنا ملي جبدنا من الفران ها هي دابا غنقلبوها في هاد الصحن هذا وغنزينوها بداك الكاس اللي نقصت وباللوز هنا دابا انا معاك كندير في الكسكسو راه بانت لكم البرمل يوم الجمعه الجمعه مباركه على الجميع يا الله دابا انا غنقلبها في هذاك الصحن هانتوما شوفوا كيفاش كتجي انا دابا غنزينها بهاد الكاس اللي نقصت نسقيها هكا مع التخولية هذا نبقى نهز ونسقيها كلها انا غنزين بهذا اللوز اللي راه سخنته في المقله اي حاجه عندكم زينوا بها وهذا التزيين ديال الكيك انا غنرجع معكم باش نقطع لكم منها باش تشوفوا كيفاش جات هو هذا الكيك ديالنا اللي صايبنا ها هو كيفاش كيجي راه كيجي زوين انا غنقطع لكم تشوفوا كيفاش جا هانتوما راه رطب ها هو هذا ملي قطعته هانتوما راه كيجي زوين ولذيذ وكيجي رطب بالصحه والعافيه نتمنى من الله يعجبكم جربوه راه غيعجبكم وما تنساوناش بلي لايك